انت عندك حق مصطفى، وفعلا لا خير فينا ان نسينا ما فعله السيسي في هذا الشعب من جرائم وكوارث خلت كل واحد يفكر او بيفكر ينتحر من انجازات السيسي. يا بكري، هننسى كذبه لما قال ان رغيف العيش لن يمس، والكلام ده كان في 2016، ودلوقتي رفع سعره اضعاف، فاكر؟ اتفضل يا بيه. خلال اليومين اللي فاتوا شائعات كثيره جدا على موضوع ان رغيف العيش وهيغلى وما يغلاش. لا طبعا، انا بس عايز اوضح لكم حاجه. احنا بنطلع تقريبا كل يوم يعني حوالي برضه رقم ممكن تحفظوه، احنا 90 مليون اضرب في 5، 90 مليون تقريبا اضرب في 5، 5 رغيفه للانسان يعني، مش كده؟ فيعني كام بالملايين. طيب الرغيف ده كان بيكلف قبل الابرات الاقتصاديه اللي فاتت دي كان بيكلف 35-40 قرش. الرغيف ده دلوقتي بعد اللي احنا فيه ده بيكلف وصل ل 55-60 قرش. لن يمس. حد عارف رغيف العيش بيكلف كام دلوقتي؟ حد عارف؟ طب انا اقول لكم، جنيه وربع. جنيه وربع. اصل في ناس ما بتحبش تتكلم يعني. في ناس ما بتحبش تتكلم. ليه ما بتتكلمش؟ ليه ما بتقولش؟ هو عيب ولا حرام؟ لا عيب ولا حرام. ابو شيلين ده بيكلف جنيه وربع. بعد ما كانت الدوله بتحط 20-30 مليار جنيه دعم للخبز، بقى دلوقتي 120-130 مليار. مين هينسى يا مصطفى يا بكري جريمة السيسي في حق رغيف العيش بتاع الغلبان، واللي محدش قدر قبل كده من حكام مصر يقرب ليه؟ عايز تشوف الناس هتنسى ولا هتفضل فاكرة؟ اسمع كده الست دي بتقول ايه؟ بس انا عايز اعرف على اساس ايه؟ يعني ايه المعايير والمقاييس اللي بناء عليها استثنيتوا فئات من الدعم بتاع الرغيف؟ يعني خلاص انت قلت الناس دي مش هتاخد العيش ابو ريال، يعني بناء على ايه بتساوي لي واحد عنده شركات ب 10 مليون جنيه مع واحد دخله 9600 جنيه، مع واحد بياخد مرتب من المعاشات والتأمينات ده على اساس ان الحد الادنى 10000 جنيه يعني في المعاشات؟ لا، وكلكم والراجل بتاع فاتوره الكهرباء ب 800 جنيه يقول لك ايه اللي هيزيد فاتوره كهربته عن 800 جنيه ملوش عيش عندنا مدعم ب 20 قرش ومش هتاخده كمان، ده انت فاتوره تليفونك 800 جنيه. ده على اساس ان في حد بيدفع اصلا فاتوره كهربته الحقيقيه. هو حضرتك متخيل ان الناس اللي المفروض تنزل تقرا العدادات بما يرضي الله علشان تقول لي انا استهلكت قد كده في الشهر فبناء عليه انت هتدفع المبلغ ده بينزل يقرا العدادات اصلا؟ انا عمري حتى ما شفت حد جاي ياخد رايه العدادات بتاعه الكهرباء عندنا، في اخر الشهر بيجي لي فاتوره بمبلغ جزافي. المشكله الحقيقيه ان السيسي وبكري عايزين الناس تفضل زي الكتاكيت الدايخه بتفرفر من كتر الصدمات الغلا والمعيشه المرار، فيقدر يتحكم فيهم اكتر. والله هو حاسس بيكو، الزعيم حاسس بيكو جدا، أبو محمود حاسس بيكم. يعني زي الراجل ده قالك هي الوطن ليهم والوطنية للفقراء. اسمع الراجل ده كده. مصر مش بتاعتنا، أقسم بالله مصر مش بتاعتنا، مصر بتاعتهم هم. في مصر الوطن للأغنياء والوطنية للفقراء. مطلوب منك كفقير إنك تجوع وتتعرى عشان هم يعيشوا في قصور ويضحكوا علينا بحجة الأمن والأمان. والله العظيم ما في أمن وأمان طول ما في جوع، طول ما الناس جعانة ما فيش أمن وأمان. زمان لما حصلت مجاعة الناس كانت بتاكل لحمة بعضها حي. بلدنا بقت بتنباح حتة حتة، حتى رغيف العيش غلوه علينا. الناس هتجيب منين؟ الناس هتاكل منين؟ خلاص خلصت الحكاية. خلاص يا أبو محمود، الثقة اتهزت خالص يا أبو محمود، والدنيا باظت. واستنوا 6 شهور، واستنوا 6 سنين، واستنوا 2 سنين بس عليا وهديكوا حبة البركة. ما عندنا الهجع بيبيع بركة، اهوت نروح نجيب من عنده بركة. مش عايزين منك البركة يا ابو محمود. يا ابو محمود كلها بتتكلم دلوقتي بتقول احنا عبد المأمور، احنا عبد المأمور. طيب احنا عبد الله، احنا عباد الله. حرام، اقسم بالله حرام. الناس بتموت، حس شوية بالناس، حس شوية بالناس. الناس بتفرفر،